تعالوا نشوف كده الطرق اخبارها ايه النهارده. الحاله المروريه نبتدي معاكم من طريق صلاح سالم العروبه. طريق صلاح سالم العروبه في بدايته يعني احنا بنتكلم كده واحنا جايين من عند المطار، الدنيا رايقه الحمد لله في الاتجاهين، بعض الكثافات بس في المتجه ناحيه مطار القاهره، في كثافات عاليه اسفل صلاح سالم امتداده ناحيه نفق الازهر، في كثافات عاليه كثافات عاليه وازدحام عشان هي اللي بتظهر قدامنا باللون النبيتي الغامق اللي مع حضراتكم اللي شايفينه هنا. رمسيس كمان بيشهد كثافات عاليه فيها. بنتكلم برضو امتداد كوبري اكتوبر اللي متجه ناحيه ميدان التحرير رايق، ولكن المتجه ناحيه مدينه نصر ومصر الجديده ومطار القاهره في كثافات عاليه، فبرضو ممكن ناخد هنا الطرق البديله. انتوا سايقين بسرعه يا جماعه كده الرادار هيصوركم. محور 26 يوليو رايق الحمد لله في بدايته من عند الكورنيش. كوبري 15 مايو مكملين مع حضراتكم يعني دخلت المحور، ولكن هنا اللي هو اسفل يعني احنا بنقول ايه ده، دي دخلت ميدان لبنان، دخلت ميدان لبنان المتجه من اكتوبر لميدان لبنان فيها كثافات عاليه، ولكن قبل ميدان لبنان على طول فيها كثافات متوسطه. وتوصلوا بالف سلامه. وعايزه اقول لحضراتكم يمكن احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت على التطور ورفع الكفاءه اللي حصل في المحور والدائري، انا شايفه قدامي رفع الكفاءه اللي حصل في وتوسعه الطريق كمان اللي حصل في المحور، لازم نتكلم عليه بشكل كبير جدا. والنهارده كمان لاحظت حاجه حلوه جدا ان هم عاملين في التطوير الجديد على المحور اجزاء من المحور فيها تجويفه، بحيث انه الناس اللي هم واقفين مستنيين مثلا اللي هو مثلا عربيات السيرفيس اللي هو كانه موقف، فهنا بقى عشان ما يعطلش الطريق وما ياخدش من الحارات المروريه فالناس بيقفوا في التجويفه دي، والميكروباصات يا ريت بقى الميكروباصات بقى تستغل المكان ده ما تقفش بره كمان، فدي حاجات من الحاجات برضو احنا بنشد عليها كده عشان الناس تخلي بالها من السلوكيات عشان نخفف على بعض الكثافات المروريه، انه ممكن بعض من سلوكياتنا نزود على بعض الكثافه المروريه لمجرد ان احنا بنحدث كثافات على الطريق او بنعمل توقفات كتير، فده بيكون عطلة للغير وتوصلوا بألف سلامة.